مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحالمة، والذي نسلط من خلاله الضوء على العديد من القضايا التي تعني المواطن في تعز ونناقشها مع المسؤولين. نتعرف إياكم خلال جولات ميدانية على أهم المعالم التاريخية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، كما سنتوقف إياكم على قصص هي إضاءات في مجال التكافل الاجتماعي في هذه المدينة التي تخوض حربا مستمرة مع الميليشيات الإنقلابية. فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة جامعة تعز تحتفي بطلابها المبرزين في الأنشطة، والسؤال عن برامج دعم الإبداع ورعاية الموهوبين. قبة الحسينية بتعز معلم تاريخي وأثري يتهدده الإهمال في ظل صمت الجهات الرسمية. في مهرجان فرائحي باسم الوفاء، تعز تحتفل بعرس 60 من أبطال جرح الجيش والمقاومة الشعبية. مرحبا بكم من جديد. مستهل حلقتنا كالعادة إيجاز سريع على أهم الفعاليات التي أقيمت في تعز هذا الأسبوع. نظمت كلية الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة تعز المعرض الثاني للمشاريع الهندسية والابتكارات العلمية بمشاركة 12 ابتكارا يمثلون مشاريع تخرج وأبحاث علمية تطبيقية في المستويات المتقدمة لطلاب قسم الميكاترونيكس والروبوتات في كلية الهندسة. وحصدت ثلاثة من هذه المشاريع المراكز الثلاثة الأولى، وهي المشاريع المتمثلة بآلة CNC الخاصة بخدمات النحت والرسم على الألواح والنقش على الزجاج، ومشروع خط الإنتاج الذي يحاكي عمل الآلات في الواقع داخل المصانع، إضافة إلى مشروع الرافعة التي تعمل بالطريقتين الآلية واليدوية. اختتمت بتعز الدورة التدريبية الخاصة بأهمية المصالحة وحل النزاعات المجتمعية، وتعرف 25 من قيادات المجتمعية ومنتسبي السلطة القضائية في هذه الدورة التي تنظمها منظمة يمن بلا نزاع بالتعاون مع منظمة شركاء اليمن، تعرفوا على مفاهيم تعزيز المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي من خلال الحد من النزاعات وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي ومواجهة التحديات الواقعية. مشاهدينا، تحظى الأنشطة الطلابية باهتمام قيادة جامعة تعز باعتبارها من المجالات المهمة التي تعمل على صقل إبداعات الطالب واكتشاف مواهبه وتنميتها بالتوازي مع الاهتمام بالتحصيل العلمي. وتقيم الجامعة حفلا سنويا تخصصه لتكريم المبدعين في المجالات الإبداعية المختلفة، إلا أن انتقادات توجه للجامعة بخصوص عدم مواصلة الاهتمام والرعاية للمبدعين من الطلاب. هل فعلا أن التكريم بشهادات تقديرية يكفي لأن يكون حافزا للطالب الجامعي وبما يفعل إسهاماته في النشاطات المصاحبة للعملية التعليمية في الجامعة؟ السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان مع كل احتفائية تقيمها جامعة تعز لتكريم طلابها المبرزين والفاعلين بمختلف الأنشطة والمجالات الإبداعية. هذه كانت التكريم للمبرزين في جميع الأنشطة والفعاليات، والتي استطاعت جامعة تعز بالإضافة إلى دورها الأكاديمي أن تعمل على صقل وأعداد وتهيئة القادة في المرحلة القادمة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق الأنشطة والفعاليات واكتشافها، وهذه كانت دورها المميز. مثل الفعاليات هذه تعد تقليدا سنويا تتبعه الجامعة لتكريم الطلاب ممن لهم إسهامات في الأنشطة الثقافية والإبداعية والفنية والرياضية، ومن خلال شهادات تمنح لهم كاعتراف من الجامعة بمواهب الطلاب من منتسبي الكليات وتقدير لأدوارهم خلال عام دراسي كامل حافل بالإنجازات.
فيه اهتمام كافي بالنشاطات الجامعة سواء كانت بالرسم أو الكرة أو الشطرنج أو أي شيء مجالات بالرسم. أنا قائدة القوالة يعني حق البنات أكرموني يعني وقائد القوالة وحق فريق القوالة كمان. كرمت في مجال المسرح، أقمنا عديد من الفعاليات في جامعة عز. صراحة نيابة الشؤون طلاب أكثر ناس دعمونا ودعموا مواهبنا في الجامعة، قدموا كثير لأجلنا في الجامعة، ونتمنى أنه جميع الطلاب الذين لديهم مواهب أن يقدموا إلى نيابة الشؤون طلاب لدعم مواهبهم. الاهتمام بإبداعات الطالب واكتشاف الموهوبين أمر تنظر إليه رئاسة جامعة تعز والمسؤولون على الأنشطة فيها بعين الاعتبار، من منطلق أن جدارة الطالب قد لا تكون في التفوق العلمي وحسب، إنما فيما يملكه من إبداعات ومواهب في شتى المجالات، غير أن غياب أصحاب الابتكارات عن الحفل السنوي لتكريم المبرزين في الأنشطة وعدم الاهتمام بمشاريعهم هو ما يثير العديد من التساؤلات. صراحة الطلاب المبدعين في مجالات الابتكارات والعلمية وكذا ما يلاقوش الدعم الكامل، لأنه أنت عارف حرب والوضع المادي والاقتصادي للدولة انهار تماما. يشار إلى أن العام الدراسي المنصرم في جامعة تعز كان حافلاً بالعديد من الأنشطة العلمية والثقافية المختلفة. ولتسليط الضوء على موضوع الأنشطة الطلابية في جامعة تعز نرحب بالأستاذ عبد الرحمن الآنسي مدير عام الأنشطة بالجامعة. أهلاً بك معنا أستاذ عبد الرحمن. أهلاً وسهلاً فيكم بقناة بقيس في جامعة تعز، ونرحب بكم ترحيب خاص لهذه القناة المبدعة والتي دائما ما تجعل المواهب وأنشطة جامعة تعز في الأضواء. أهلا بك. ابتكارات وإبداعات قيمة للطلاب في جامعة تعز، لكن هذه الإبداعات تترافق مع شكاوى بعض الطلاب حول غياب الدعم لإنجاز وتطوير مشاريعهم الابتكارية. ما الذي يدعو إلى ما السبب وراء غياب هذا الدعم؟ طيب، بداية كما تعلمون أن نحن الآن في اليمن بشكل عام في وضع استثنائي وظروف خاصة، كما تعلم أنه كان في السابق يوجد على هناك دعم للجامعات الحكومية بشكل عام، ولكن لسبب ظروف الحرب أدى إلى توقف الدعم الكامل من وزارة التعليم العالي، نظرا لنفقات التشغيل. نحن نتفائل أن هناك وجود دعم تقريبا في هذا العام، لكن هذا كان هو السبب الرئيسي. إنما في أنشطة الطلاب نحن حاولنا قدر الإمكان وبحسب الظروف المتاحة لنا والموازنة المعتمدة لذلك حاولنا أن ندعم الطلاب قدر الإمكان، كوننا قريبا عملنا فعاليات بالابتكارات ودعم بعض الطلاب الفائزين. مثلا شاركت جامعة تعز مؤخرا في مسابقة هلت برايز العالمية، وكانت جامعة تعز تقريبا هي الأولى التي على مستوى المحافظة، وهي الجامعة الوحيدة التي شاركت في جمهورية مصر العربية، وكان حضور الطلاب حضور مميز. واستطعنا بقيادة الجامعة مثلا الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي والأستاذ الدكتور رياض العقاب إيجاد دعم من القطاع الخاص لمشاركتهم، واستطاعوا أيضا أن يكون لهم حضور إيجابي في بجمهورية مصر العربية. هل لا يوجد مثلا ميزانية ربما معتمدة بهذا الجانب، جانب دعم إبداعات الطلاب، يعني هل تعتمدون على القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص فقط؟ نحن نعول عليهم كثيرا، ولكن للأسف الشديد لا يوجد دعم خاص إلا قليل أو ما ندر غرار الأعوام السابقة. لكن نحن في ظل الظروف كما تكلمت معك نحاول قدر الإمكان أن ندعم بشكل ولو بسيط، أقل ما يمكن دعمه هو عمل أنشطة وفعاليات ومسابقات داخلية لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، ومن ثم ممكن أن يكون القطاع الخاص والداعمين أن يسلطوا الأضواء ويدعموا بعض المشاريع أو الابتكارات التي ممكن من خلالها عمل مشاريع كبيرة. وحقيقة عندنا في جامعة تعز ابتكارات، وخصوصا في كلية الهندسة هناك ابتكارات نوعية خاصة، لو استطعنا إيجاد دعم سوف يكون لهم دور إيجابي كبير على مستوى المحلي والمستوى الوطني بشكل عام.
نعم طبعا بطبيعة الحال الأنشطة لا تنحصر فقط في الابتكارات، إنما هي متعددة المجالات. لو تعطينا لمحة شاملة عن أبرز أو أهم الأنشطة التي تستهدفونها أنتم في جامعة تعز. طبعا نحن في جامعة تعز في 2009 و2010 استطاعت جامعة تعز أن تكون الجامعة الأولى بتصنيف الجامعات اليمنية، كون جامعة تعز تهتم بشكل خاص بالأنشطة الطلابية، وذلك منذ تولي الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي قيادة الجامعة، وأيضا الدكتور مهيب البحيري، وأيضا الدكتور خالد الصابي سابقا. نحن الآن بوجود الدكتور رياض عقاب أيضا سلطنا الأضواء على الأنشطة، والأنشطة التي نحن نقيمها بشكل، في هناك أنشطة سنوية تقليد سنوي، وفي أنشطة نوعية، الجانب الرياضي مثلا بكرة القدم، في الشطرنج، في تنس الطاولة، في البلياردو، بالإضافة إلى مسابقات ألعاب الظل اللي الآن نحن فيها هذا العام عاملين ضمن خطتنا أنه سيتم افتتاح الصالة الرياضية من ضمن ألعاب الظل. هناك أنشطة ثقافية ممثلة بمسابقات الثقافية والإبداعية، الفنون التشكيلية، مسابقة الشعر، مسابقة الإبداعات والبحوث التخرج اللي من خلالها نستطيع أن ينطلق الطلاب. هناك مؤتمر علمي طلابي اللي من ضمن الأنشطة اللي سيتسلط الأضواء على هذا المؤتمر إن شاء الله. نعم، إذن أنشطة كثيرة ربما، لكن هل ما الذي تقومون به لدعم الطلاب المبرزين والموهوبين في الجامعة، خصوصا الجامعة مؤسسة تعليمية كبيرة وبطبيعة الحال هي محط اهتمام الجميع، يعني باعتبارها أنها حاضنة ومؤسسة ونستطيع أن نقول صرح تعليمي كبير للنهوض بالوطن، ما الذي تقدمونه لهؤلاء المبدعين والمبرزين؟ طبعا نحن نقيم المسابقات و نقوم بعمل خطة في بالنيابة عن الطلاب، عمل خطة سنوية، مجرد أن نقيم أنشطة كمسابقات رياضية الطلاب يجدون أماكن للتنفس وإشغال وصقل المواهب في هذه الأنشطة. نحن كما أسرفتم اليوم كان معنا استقبال الطلبة المستجدين العام 2019-2020، وأيضا كرمنا الطلاب الفائزين في العام الماضي المسابقات الرياضية، المسابقات الثقافية، الرياض بشكل بشتى المجالات، نقوم بدعمهم في ظل الظروف المتاحة لجامعة تعز، ومجرد نحن نقوم لهم أنشطة نوعية وأنشطة ثقافية ورياضية بشكل عام، هنا أيضا يعتبر دعم إنهم يستطيعوا أن يجدوا مكان خاص يقامة مواهبهم وإبداعتهم. هذا المكان الخاص هل لكم مثلا أنتم توفروا لهم البيئة المناسبة لإبراز هذه الإبداعات وإخراجها للعالم يعني للناس؟ طبعا نحن نقيم أنشطة على مستوى الداخلية ومن ثم ننطلق على مشاركة خارجية. طبعا كان هناك مشاركة خارجية بفريق كرة القدم كان يشارك بجمهورية مصر العربية سنويا لولا توقف الدعم الحكومي، مسابقة الملتقى الفني كان فيه المسرح والأدب والشعر كان يشارك سنويا في جمهورية مصر العربية. نحن الآن حاليا بدأنا بمسألة التدريب الصيفي وعمل الطلاب المبدعين، كانوا يقتصر المشاركة للطلاب الأوائل فقط، إنما نحن الآن عملنا منذ تولية الدكتور رياض العقاب وبتوجيه من الأستاذ الدكتور ياسر جمال محمد الشعيبي، عملنا أيضا أدخلنا المواهب والفائزين بالأنشطة وأجدنا لهم فرص تدريبية بجمهورية مصر. نحن الآن سافروا 82 طالب في جمهورية مصر مؤخرا في هذا الشهر في شهر 7، من ضمنهم تقديره 60 طالب هم ضمن الفائزين بالمواهب والمبدعين والأنشطة، و20% فقط 20 طالب فقط كانوا الأوائل. نعم، هل لكم تنسيق مثلا مع جامعات محلية أو خارجية بخصوص يعني الجانب الإبداعي والنشاطي داخل الجامعة تعز؟ تقريبا كان مؤخرا كان هناك فكرة من السلطة المحلية مثل الدكتور عبد القوي المخلافي وعمل اجتماع مع قيادات الجامعات إيجاد مكتب تنسيق للجامعات الحكومية والجامعة الحكومية مع الجامعات الخاصة، وهناك فكرة أيضا مع مكتب الشباب والرياضة تم الاتفاق مع الأستاذ أيمن المخلافي أن نقيم بعمل أنشطة ومسابقات رياضية وثقافية على مستوى محافظة تعز، يتبناها مكتب الشباب وبالتنسيق والشراكة مع جامعة تعز. إذن الأستاذ عبد الرحمن الأنسي مدير عام الأنشطة الطلابية داخل جامعة تعز، شكرا لتواجدك معنا ضيفنا في هذه الفقرة. أشكركم جزيلا وأقدم شكري من هنا من خلال قناة بلقيس لبرنامج الحلم الذي دائما ما يمتعنا ويسلط الأضواء على جميع الأنشطة في جامعة تعز، وشكرا لكم جميعا. مرحبا بكم من جديد.
تعد قبة الحسينية بمدينة تعز من المعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة، وعلى الرغم من بنائها بطابع هندسي فريد إلا أن الإهمال قد أصاب القبة في عدد من تكويناتها ويهددها بالسقوط. نتابع. تتراءى للناظر رغم زحمة المباني المتلاصقة وضيق الشوارع المجاورة، إنها قبة الحسينية، أحد أهم المعالم الأثرية والشواهد الحية لفنون العمارة الإسلامية بمحافظة تعز. بنيت قبة الحسينية بجوار جامع المضفر، وتحديداً بالقرب من باب موسى بمدينة تعز القديمة، وتشير المعطيات والمعلومات التاريخية أن بناءها تم في حقبة التواجد العثماني في اليمن في العام 1002 للهجرة. قبة الحسينية تم بناءها في 1002 هجرية عندما توفي الأمير الشاب أمير تعز وملحقاتها الأمير الحسين بن حسن باشا. تم دفنه في أحد أحياء المدينة القديمة، وبعد 3 أيام عندما جاء سنان الكيخية إلى مدينة تعز، طبعا هو مساعد والد الأمير، قام بإخراجه من القبر وتم نقله إلى جوار قبر الهزاز طبعا هنا في هذا المكان، وتم عمل قبة على هذا القبر. كان ضريح أسطي إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، أمر بنقل جثمانه من القبة هذه الذي بنيت له بداخل باب موسى إلى أنقرة، أخذوا جثمانه، وكان يعد رجل عادل وكان محبوب عند الشعب، ولهذا بنوا له هذا الصرح. قبة الحسينية في الأصل تركيب من الأحجار الحمراء التي تزخر بها البيئة اليمنية والمتماسكة بمادة القضاض، ويظهر في تصميم البناء الإبداعي الهندسي المتقن، ولعل طراز البناء على شكل ثماني الأضلاع هو ما أعطى قبة الحسينية فرادة في التصميم واختلافا في الطراز المعماري، رغم أنه فن من فنون العمارة الإسلامية. قبة تكمن أهميتها التاريخية بأنها أبرز معلم أثري في مدينة تعز من حيث الشكل الفريد، قبة ضخمة تحيطها بعض العرائس الجميلة اللي عبارة تسمى بالمشرنقة. فنية يعني جهزة مدينة كان هنا. هي كان جهزة مدينة هي مضفر. ترى إذا قديم كله على قوس اسمه نوره، مش على ذاك اللي يطيح نوره ما يذهب، يقيس حتى 2000 عام ما قعبوا فيها نوره. المبنى من الداخل عبارة عن بيت للصلاة ومحراب تكسوهما الزخارف الجدارية وأشرطة لآي من القرآن مع بعض النقوش والأشكال الهندسية والنباتية الملونة. ترتكز على بيت الصلاة قبة ضخمة يصل ارتفاعها إلى 14 متراً ويحملها 16 ضلعاً في أعلى التكوين الحجري لهذا المبنى. رغم الإهمال الذي يتكشف أمام الناظر، إلا أن هذه القبة تعد لوحة فنية غاية في الإبهار والجمال. توجد في القبة من الداخل زخارف هي عبارة عن أشرطة زخرفية لآيات قرآنية ونقوش أيضا قصية، وأيضا لوحات لآيات قرآنية وأسماء للخلفاء الأربعة. تذكر المصادر التاريخية أن قبة الحسينية أقيمت طرف بستان يجاور المدرسة المظفرية، غير أن الاستحداثات في البناء والعمران قد غير وجه المكان، ولم يتبقى سوى أجزاء من الأسوار كشواهد على حرم هذه القبة.
تعرض هذا البناء الأثري والتاريخي للإهمال الذي قيل أن أغلبه كان متعمداً، وأعقب سنوات العناية العثمانية بالمعالم ودور العبادة الإسلامية. وبلغ الإهمال ذروته لهذا المعلم في عهد الإمامة وحكم بيت حميد الدين. كانوا يخزن النفط أسطي أيام الإمام أحمد، وكان يقال عليه مقولة: إذا هدت تعز الحسينية تبنيها، وإذا هدت الحسينية تعز كل ما تقدرش تبنيها. بعد خروج الأتراك من اليمن أهملت بشكل كبير، حيث في عهد الإمامة تم استخدامها كمخزن للسلاح والذخيرة، ومن ثم مستودع للنفط وعجلات المستهلكة من العجلات النقل الحكومية المستهلكة. الوالد كان جالس هنا بالقبة يحرس فيها تملك، وبعدين مات الوالد وبقيت أنا بداله لي 15 سنة هنا. القبة مبنات، ما في أي زوار لداخلتها، ما في أي ترميم، ما في أي ملاحظة عليه. تسابق الهيئة العامة للآثار الزمن لاحتواء سقوط محتمل لهذه القبة التي أضحت عرضة لعوامل التعرية والإهمال، وتظهر فيها التشققات التي تؤشر لانهيار وشيك، وتمكنت من إقرار خطة مع الصندوق العالمي للحفاظ على الآثار للترميم على مرحلتين لاستدراك الانهيار وتدارك ما يمكن تداركه في ظل غياب الدولة وعنايتها بهذا الإرث التاريخي القيم. في تظاهرة فرائحية هي الأولى من نوعها، زفت تعز الخميس 60 عريساً من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في فقرتنا التالية سنسلط الضوء على هذا العرس الجماعي الذي جاء بدعم من قائد المقاومة الشعبية بتعز الشيخ حمود المخلافي، وحظي بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، ما يعكس تكاتف أبناء تعز وإجماعهم على قضيتهم في مواجهة الانقلاب ومعايشتهم بشكل جماعي لواقع بحلوه ومره. من حيث خرجوا للنضال سلميا وانطلقوا لمواصلة كفاحهم ضد الانقلاب على الشرعية، عادوا هذه المرة ليتوجوا في ساحة الحرية بتعز مسيرتهم بإكمال نصف دينهم. وقد تناسوا جراحهم في هذا اليوم البهيج، حيث رقص جمع كبير من أبناء تعز على دقات الطبول وأغاني الفرح احتفاء باليوم المشهود للأبطال في عرسهم الميمون. 60 عريسا من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مبتورية الأطراف، ممن ذادوا عن تعز في جبهات العزة والكرامة، كانوا على موعد مع الحياة حين عبر موكبهم العرائسي وعليه الأعلام الوطنية شوارع المدينة تعز، التي كان رجالها ونساؤها صغيرها وكبيرها يملؤون الدنيا تصفيقاً ولمن بذلوا من أجلها ودفعوا ثمناً من أجسادهم لتحيا تعز ويبقى اليمن. حين استراح العرسان في المحطة الأخيرة من حفل الزفاف الجماعي بمنتزه التعاون بتعز، والذي جاء بمبادرة من قائد المقاومة الشعبية بتعز الشيخ حمود سعيد المخلافي وفاعل خير، وجد الأحرار من العرسان فرصة للتعبير عن مشاعرهم بخصوص فرحتهم التي لا توصف. فرحتي فرحة الكبرى، وفرحتي من فرحة 60 عريس من إخواني القرحة، والحمد لله على هذه البادرة الحلوة، ونشكر الشيخ حمود سعيد المخلافي على هذا المشروع، ونشر مؤسسة خطوات ومؤسسة شهيد على هذا التكريس وعلى هذا العرس الجماعي، وشكرا للجميع وكل من ساهم في هذا العرس. زرع الفرحة في قلوبنا، زرع عيد بين عيدين، عيد سبتمبر الذي قد احتفلنا به، وعيد العرس الجماعي هذا، وعيد 14 أكتوبر الواقي. فألف ألف شكر للشيخ حمود ولكل الفاعلين الخير الداعمين ولكل المساهمين بهذا المشروع.
فعالية العرس الجماعي نظمتها مؤسستا شهيدة التنموية وخطوات، وحظيت بمشاركة رسمية وشعبية، وهي الفعالية الفنية الخطابية التي تخللتها فقرات إنشادية ورقصات لزهرات، معبرة عن حجم الفرح بهذه المناسبة التي جاءت تحت شعار مبادلة الوفاء بالوفاء. يمثل احتفاء الحاضنة الشعبية في تعز بأبطالها وبجرحاها، نحن معهم دائما وأبدا. شكرا لكل من وقف مع أبطالنا ومع جرحانا، شكرا للشيخ حمود راعي هذا الحفل، شكرا للداعمين معه الذين أسعدوا جرحانا في هذا اليوم البهيج. وبهذه البصمة تكون تعز قد أكدت أنها لم ولن تنسى من بذل وضحى من أجلها من الأبطال، وستكون على موعد آخر مع بصمات مضيئة على طريق الوفاء لأهل الوفاء. بهذه الاحتفائية العرائسية البهيجة نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها الصبح نسبته ولنا. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.